قرأت في بعض الكتب حديث أن المرأة إذا خلعت حجابها في بيت غير زوجها فهي ملعونة أو آثمة، فما معنى هذا؟ هل هذا معناه خروجها متبردة أم يجب عليها إذا ذهبت إلى أي بيت أن تبقى بحجابها؟ جزاكم الله خيرا. لا أعلم لفظ هذا الحديث. وأما من حيث الحجاب، فالمرأة إذا لم يكن عندها رجال ليسوا محارم لها، إذا كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها، لا حرج عليها في ذلك، فتكشف ما جرت عادة المسلمين لكشف مثل الرأس والكفين والقدمين عند النساء وعند الرجال المحارم. أما إذا كانت في حضرة رجال غير محارم فإنها تستر وجهها وكفيها وسائر بدنها عنهم، سواء كانت في بيتها أو في بيت غيرها في بيت آخر، فالمدار على وجود الرجال الذين ليسوا المحارم، في وجودهم تغطي وجهها وجسمها، وعند عدم وجودهم تكشف وجهها وكفيها، سواء كانت في بيتها أو في بيت آخر من بيوت جيرانها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.